كابتن اشرف، يمكن نيجي للحدث الكبير بتاعنا، فوزنا طبعا ببطوله الدوري رجال وسيدات. انت وشك موجد يا كابتن، ده شفناها في الدوري من جمعه ثانيه. طب قول لي يا كابتن، يعني الماتشات كانت ماشيه ازاي؟ سير المباريات، الشد العصبي. بص حضرتك، هو احنا بدانا الماتشات مع المنيا والمعادي وطنطا ومصر التامين، كانت الماتشات دي كانت خفيفه شويه في الاول، انما لما دخلنا في الماتشين بتوع الزمالك وبتوع انبي في الاخر كانت الماتشات تقيله. الماتش بتاع الزمالك اغلب الماتشات 3-2 وجيمات 11-9 وحاجات كده ماشيه. انا عايز اقول لك ان انا في ماتش من الماتشات مش قادر اقوم من كرسي عشان اقول للعيب يعني زي احمد حلمي كده مش قادر اقوم. والله يعني انا سبت الكابتن عمرو، هو والكابتن صبحي يقوموا، وبعد 30 ثانيه كده اروح دايم انا كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الاجهاد اللي على وشك ده من الشد العصبي؟ طبعا شد عصبي كان غير طبيعي في الفتره الاخيره، وبعدين يعني عدم وجود سيد معانا في الماتشات بسبب اصابته اثر معانا طبعا، بس كانت روحه موجوده، بس طبعا بقيه رجاله الفرقه وبقيه رجاله الفرقه وقفوا وقفه كويسه وقدروا ان هم يكملوا ويسدوا مكانه.